بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مساء الفل. النهارده ان شاء الله معانا فيها تيبو هاتش باك موديل 2021. نفتح نتفرج ونشوف عملنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. العربيه الاول دي الفئه الثانيه اللي الكراسي بتبقى اير باك. العربيه دايره قدام حضراتكم، مفيش اي لمبه اير باك منوره، مفيش اي حاجه خالص. بسم الله ما شاء الله العربيه عامله 2800 كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا الفرش زي ما حضراتكم شايفين، بترولي واسود واسود كربون، خيط البنت رصاصي، تصميم كمبيوتر. عملنا الارضيه اسود. ركز بقى في تفاصيلك، ركز في كل اللي انت عايز تركز فيه، دورانات البنت، التكسيم، التصميم ده. طبعا الناس اللي متابعه عارفه التصميم وعارف شافت المكنه وهي شغاله، ده تصميم جديد. انت اللي بتختار الديزاين بتاعك، ايا كان ايه الديزاين بيتعمل لك بنوريك اللي عندنا. عايز حاجه معينه بتتعمل لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بترولي واسود كربون، خيط البنت رصاصي، والتصميم الكمبيوتر بالخيط نفس اللون الجلد قدام حضراتكم. افتح لكم برضو الباب اللي كنا تتفرجوا. طبعا الكراسي احنا بنعملها بصوص زي الاصلي، وفي حاجات تانية بتتعمل عشان الارباك بعرفك عليها وانا بعمل لك. لا قدر الله، ربنا ما يكتب يا رب ان الارباك يفتح سواء في العربيه دي او اي عربيه تانية، اللهم امين يا رب. بس احنا بنبقى عاملين حساب كل حاجه، نخدع النص، مفيش كوسه مدريه، فتحات الاحزمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشغل قدام حضرتك، لو في اي ملحوظه يا ريت تقول لنا عليها. زي ما انا معودك تبص على الدورانات، ركز في الدورانات في البنت، ركز في كل دوراناتك. دوران تلاقي الخيط معوج، هتلاقي في كشكشه، هتلاقي في عضعضه. الحمد لله بفضل الله مفيش الكلام ده عندنا، كل ده متخيط يده زي ما انت عارف وزي ما انت حافظ. بسم الله. افتح لك برضو الناحيه الثانيه، باب باب، كانك انت اللي بتستلم العربيه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كنا نعمل الابواب دي بترولي زي الفرش، بس صاحب العربيه كان في دماغه ان هو هيحافظ على، قلت له لا الابواب عشان تتعمل طبعا بنشيل الاصلي. انا بنصحك لوجه الله، بس بعرفك سواء انت هتعملها يبقى انت عارف ان انا شلت الاصلي. في اللي بيوافق وفي اللي بيرفض، زي صاحب السياره دي بعد ما اتفقنا قال لي لا طالما الاصلي يتشال ما تعملهمش. فانا لازم اعرفك، مش مجرد اي حاجه انت هتعملها واقول لك عليها حاضر وخلاص، لا لازم اعرفك الصح وانت انت عارف، عشان بعد كده تدعي لنا ما تدعيش علينا. نرجع لموضوعنا للفرش. خلاص الباب ما اتعملش، نصوره ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التصميم ده بيقلل من اي عامه الخياطه اللي في الجلد، زي الجلد اللي بيبقى مخرم اللي بينزل في عبات الالماني، بيقلل من العرق، بيقلل من السخنيه. مفيش جلد ما بيسخنش، مفيش جلد ما بيعرقش، اللي يقول لك غير كده بيضحك عليك. بس الحاجات دي بتساعد على بتقلل نسبيا يعني. اسف لو طولت عليكم. فيها تيبو هاتش باك موديل 2021، كراسي بترولي واسود كربون، خيط بنت رصاصي، تصميم كمبيوتر. اشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم.